محاولة تسلل، محاولة التفافية ربما من عناصر حزب، خاصة وحدة الرضوان أو قوة الرضوان التي تقاتل وتجري مواجهات حالية الآن مستمرة مع قوات إسرائيلية خاصة ومع أيضا المظليين بحسب ما أورد. المعركة تشتعل والتحالفات تتشكل، حيث هجوم ثلاثي ضخم يتصدر المشهد. أسراب من الصواريخ اليمنية تستهدف المطارات الإسرائيلية، والمستوطنون يختبئون في الملاجئ وسط تقارير عن إصابة مطار عسكري. المئات من صواريخ البالستية تنطلق من لبنان لتستهدف تل أبيب بشكل غير مسبوق، مما يشعل النيران في مقار عسكرية. في ظل تصاعد الأحداث يظهر الدعم الروسي جلياً. رجل الظل الروسي يصل إلى اليمن محملاً بأسلحة متطورة، مما يثير جنون واشنطن. في نفس الوقت مشاهد جديدة تظهر من داخل الأنفاق الفلسطينية، حيث يظهر قائد الفصائل برسائل غير مسبوقة. على الجبهة الأوكرانية تبتلع الصواريخ الروسية كتيبة أوكرانية بأكملها، وتعلن الدفاع الأوكراني عن احتراق طائرات أمريكية في مطاراتها. لبنان يشهد تصعيدا أيضا، حيث أطلقت صواريخ تجاه تل أبيب في حين اعترفت إسرائيل بوقوع انفجارات ضخمة. على الجانب الآخر تشن القوات اليمنية عمليات عسكرية تستهدف مطارات إسرائيلية، ما أثار حالة من الذعر. الإعلام العبري أكد توقف حركة الطيران في مطار حيفا بعد إطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل. الرئيس الروسي بوتين يستمر في دعم التحالفات، حيث يتم نقل أسلحة متطورة للقوات اليمنية في صفقة قد تقلب موازين القوى في البحر الأحمر. التقارير تشير إلى احتمالية وصول صواريخ مضادة للطائرات إلى اليمن قريبا. وفي الوقت ذاته يعود قائد الفصائل الفلسطينية للظهور بعد فترة طويلة من الاختفاء، حاملا رسائل جديدة لممثلي الحركات، في حين تعترف وسائل إعلام إسرائيلية بحدوث انفجارات كبيرة جراء القصف اللبناني. أما في أوكرانيا فالهجمات الروسية تستمر، حيث يتم استهداف قواعد ومطارات، ما يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني. المشهد يتعقد أكثر مع الدعوات الإسرائيلية لتشكيل تحالف عربي ضد إيران. في ظل التصاعد المستمر في التوترات، تدعو إسرائيل إلى توحيد الجهود مع الدول العربية لمواجهة إيران، مؤكدة أن التهديد الحقيقي للمنطقة ينبع من طهران. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يوجه نداء لقوى الشرق الأوسط للوقوف مع تل أبيب في تحالف يشبه الناتو لمجابهة التمدد الإيراني في المنطقة. يأتي ذلك في وقت حساس، حيث تبحث إسرائيل خيارات الرد على الهجوم الإيراني الأخير، وتعتزم القيام بذلك من خلال التنسيق مع واشنطن. وفي هذا السياق يتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في البنتاغون، في إطار تعزيز التعاون الأمني والاستعداد لأي تصعيد محتمل مع إيران. ويشير إلى أن كل الخيارات بما في ذلك ضرب المنشآت النووية الإيرانية مطروحة على الطاولة إذا استدعت الحاجة. في أوكرانيا يستمر الجيش الروسي في تكثيف هجماته على البنية التحتية العسكرية. قوات الصواريخ والمدفعية الروسية تستهدف مطارات أوكرانية ومستودعات أسلحة، في حين تستمر الهجمات على الموانئ الأوكرانية، حيث تم تدمير سفينة حاويات محملة بالذخيرة والأسلحة القادمة من أوروبا. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أوكرانيا توترات داخلية، مع تكهنات بتمرد عسكري ضد الرئيس زيلينسكي بعد الانتكاسات الميدانية. في الجزائر، الرئيس عبد المجيد تبون يعلن عن مخاوف أمنية دفعت البلاد لفرض تأشيرات على المغاربة.
مشيرا إلى وجود تقارير حول دخول جواسيس إسرائيليين إلى الجزائر باستخدام جوازات سفر مغربية. وعلى الرغم من هذا القرار، يؤكد تبون أن الجزائر لا تعادي الشعب المغربي وتواصل التزامها بمبادئ حسن الجوار. أما في مصر، فإن إسرائيل تعترض طائرة مسيرة يشتبه بأنها جاءت من الحدود المصرية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة الجنوبية لإسرائيل، حيث تجري التحقيقات حالياً لمعرفة مصدر الطائرة. المشهد الإقليمي والدولي يشهد توترات غير مسبوقة، حيث تتداخل التحالفات والمعارك على عدة جبهات، بدءا من اليمن ولبنان وصولا إلى أوكرانيا، في حين تبقى احتمالات التصعيد قائمة مع استمرار تبادل الرسائل النارية بين الأطراف المتنازعة. في خضم هذه الأجواء المتوترة، يبدو أن التصعيد العسكري والدبلوماسي يسير بخطى متسارعة على مختلف الجبهات. في الشرق الأوسط، تواصل إسرائيل توسيع دائرة تحالفاتها الإقليمية لمواجهة التهديدات الإيرانية، بينما تتزايد الهجمات الصاروخية من لبنان واليمن، مما يزيد الضغط على تل أبيب. وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن تضرر كبير في البنية التحتية وذعر واسع بين المستوطنين الذين يختبئون في الملاجئ. من جهة أخرى، تبدو واشنطن قلقة من التحركات الروسية في اليمن، حيث تشير التقارير إلى أن الأسلحة الروسية المتقدمة قد تشكل تهديدا حقيقيا للوجود الأمريكي في المنطقة. هذا التطور يعيد ترتيب أوراق اللعبة في البحر الأحمر، ويعزز قوة التحالفات المحلية التي تحظى بدعم موسكو. في أوكرانيا، تتعقد الأمور أكثر مع الضربات الروسية المستمرة على المنشآت العسكرية والمطارات، مما يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية، بينما تزداد التكهنات حول مستقبل الرئيس الأوكراني زيلينسكي في ظل حالة الغضب والاحتقان داخل المؤسسة العسكرية. وسط هذه الأحداث، تبقى منطقة الشرق الأوسط مسرحاً لصراعات متعددة الأطراف، حيث تتقاطع المصالح الإقليمية والدولية في مشهد معقد ومفتوح على كل السيناريوهات. وفي ظل هذا التعقيد المتصاعد، تستمر الأطراف المتنازعة في إعادة ترتيب استراتيجياتها، بينما تحاول الدول الكبرى تعزيز نفوذها وحضورها في مسرح الأحداث. على الجانب الإسرائيلي، يواصل الجيش استعداداته لمواجهة الأخطار المتزايدة من الجبهتين الشمالية والجنوبية، إذ يبدو أن التحالفات الجديدة التي تعتمد عليها تل أبيب قد تلعب دوراً مهماً في صد الهجمات المتكررة، خاصة تلك القادمة من لبنان واليمن. وفي الوقت نفسه، تبدو الولايات المتحدة غير مرتاحة للتدخل الروسي المتزايد في اليمن، حيث تشكل الأسلحة الروسية المتطورة مثل الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات